لحق حالك استبدل نقطك قبل ما تخلص مدتهم. شو؟ مبين صار عندك سيارة فول أوبشن؟ لا، صار عندي عرض فول أوبشن، مش بس على السيارة، مع كل كارد من بلون بانك بيطلع لك حساب فول أوبشن مع بطاقة فيزا دابت مجانية وهدية 2000 نقطة ذهبية و600 مايل مجانا. ومقابل كل دولار بتصرف بطاقتك دابت من فيزا تحصل على نقطة أو مايل فيك تستبدلهم بهدية أو تذاكر سفر. ومش بس هيك، بطاقتك فيها سيولة إضافية وبتسمح لك تدفع سندك من أي ATM لبلون بانك. أصلا بي سيارته أحلى من سيارتك. استفيد هلا من حساب فول اوبشن من بنك لبنان والمهجر.